مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. حكايات وأسرار حول أوراق البردي، بدءا من الحضارة المصرية القديمة حتى وقتنا الحالي. تابعوا معنا الفقرة القادمة لنكتشف أسرار البردي من المعنى إلى المكسى. الاحتفالية بتاعتنا تنظيمها ما بين متحف المصري ومتحف المخطوطات والآثار من مكتبة اسكندرية. الاحتفالية بتنقسم لثلاث أقسام. القسم الأولاني عبارة عن سلسلة محاضرات. المحاضرات دي هتكلمنا عن حاجات مختلفة، بداية من صناعة البردي شكلها عامل ازاي، والاستخدامات البردي ان هو ما كانش بيستخدم بس في صناعة الورق، لا كان ليه استخدامات تانية. كمان بنتكلم عن طريقة تخزين البردي، الترميم، عمل قاعدة بيانات للبردي. كمان دي يعني تقريبا الجلسة الأولى هتتكلم عن الموضوعات دي. الجلسة الثانية إن شاء الله هتتكلم عن حاجة مختلفة شوية، هتتكلم عن إزاي بنستقي التاريخ من البردي، وهنشوف الموضوعات بتاعتها سواء من ناحية اجتماعية أو دينية أو اقتصادية. ده بالنسبة لسلسلة المحاضرات. الجزء الثاني أو القسم الثاني هو الوركشوب، وده عبارة عن وركشوب إزاي صناعة البردي، وده مقدم للأطفال. قمنا بعمل ورشة عمل عن تصنيع أوراق البردي. كان الهدف منها ان احنا نعرف الأطفال تصنيع أوراق البردي، ازاي كان المصري القديم بيعملها. الحرفة دي طبعا ابتدت انها تندثر في الوقت الحالي، فدي تعتبر يعني خسارة كبيرة لينا، المفروض ان احنا نهتم بيها ونعرف الأطفال الورقة اللي وصلت لنا حضارة المصريين القدماء، عرفنا منها أسرار كتير. فالنهاردة مع الأطفال ابتدينا نجيب نبات البردي، ابتدينا نقطع السيقان، وابتدينا نوري الأطفال ايه الجزء اللي بيتصنع منه الورق، ايه الأجزاء الأخرى المصري استخدمها في صناعات أخرى زي المراكب، الأحبال، الصنادل. ثالث حاجة هو المعرض بتاعنا، وهي عبارة عن مجموعة بانرز، 8 منهم بيتعرضوا في متحف المخطوطات، و6 هيتم عرضهم في متحف الآثار. كمان هيتم عرض 6 برديات لم يتم عرضهم. الست برديات دول ابتدينا ان احنا نستقي منهم التاريخ وعملناهم في الست بانرز اللي احنا عرضينهم. من خلال المعرض حبينا ان الناس تتواصل وتعرف معنا حاجات من الحضارة القديمة، الحضارة المصرية القديمة. احنا مش بس بنعرض حاجات إسلامية، كمان بنعرض حاجات من تراث قديم، تراث فرعوني قديم. بنتكلم من خلال المعرض عن استعمالات ورق البردي، ما كانتش بس استعمالات ككتابة، كانوا بيستعملوها كأوعية أو أواني بيستعملوها، كانوا بيستعملوها كصنادل، وكانت مركز قوة بالنسبة لهم. من خلال المعرض ده كله بنتكلم على كل أجزاء البردي، صناعته بتبقى عاملة إزاي. بنعرض إن شاء الله، هنعرض أفلام خاصة بفن صناعة البردي. من خلال المعرض حابين إن إحنا ناس كتير تزورنا خلال الشهر ده وتتعرف على المتحف بشكل أكتر. ساعدنا نساعد ابنك، هي حملة توعوية عن الصحة النفسية والإدمان، قدمها المجلس القومي للصحة النفسية لجمهور مكتبة الإسكندرية. المجلس القومي للصحة النفسية دي جهة رقابية بتراقب على مستشفيات الصحة النفسية اللي في مصر كلها، الخاص منها والعام. المجلس القومي للصحة النفسية ده السنتر الرئيسي
يعني ينبثق منه 4 مجالس إقليمية، المجلس الإقليمي للصحة النفسية 1 و2 و3 و4 بمختلف المحافظات، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط. أهم حاجة إحنا دورنا بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 بينصب فيه حقوق المريض النفسي. طبعا المرة دي اشتركنا في المعرض دور توعوي، طبعا مش تربح، مش بغرض الربح، دور توعوي بيقول إن المرة دي يعني لو بانت المعلقات معانا اللي هي ساعدنا نساعد ابنك، طبعا مش نساعد ابنك وبس، نساعد ابنك ونساعدك ونساعد اي فرد في المجتمع. ليه؟ لان دلوقتي في مؤسسات او منشآت او مراكز فيك بتقول ان هي انا بعالج، وانا بعالج الادمان وبعالج الطب النفسي. طبعا ده كل ده بيكون كلام مزور، بيكون كلام مش حقيقي، لان المرض النفسي او المريض النفسي محتاج فريق علاجي كامل ان هو يعالجه، والموضوع يطول شرحه. طبعا فريق علاجي للطب النفسي ده موضوع كبير يعني، فما اعتقدش ان هو لحق في يومين ثلاثه ان هو يفتح منشاه عشان يعالج ويجيب الفريق العلاجي دوت. طبعا بيمر بمراحل كتير عشان يتم ترخيص المكان. دور الاساسي دلوقتي في من خلال المعرض بنظهر بشكل توعوي للناس، بنوعيهم، بنقول لهم ان الاماكن الموجودة في أماكن موجودة دلوقتي مزورة مش حقيقية، بتفتح بغرض التربح، تمام، وما عندهاش أي فكرة عن الطب النفسي، مجرد بس إن هو ممكن يكون إكس أدكت، أي يكون مدمن سابق، يعني يعرف مصطلحات بسيطة يقدر يوهم بها اللي قدامه إن هو بيفهم في الطب النفسي، يقول له بشكل في ود أكتر من بشكل إن هو يكون رسمي، انا هعالجك ما تقلقش واحنا مع بعض والكلام ده. طبعا الكلام ده كله ما ينفعش ولا يجدي نفعا، لان في بتحصل منها حالات وفاه وبتحصل منها اصابات خطيره جدا يعني. احتفالا بيوم اليتيم، نظمت إدارة الزيارات بالمكتبة احتفالية بعنوان افرح في مكتبتك. النهاردة إدارة الزيارات بتتشرف ان هي بتقيم حفل افرح في مكتبتك الموسم الثاني. الحمد لله احنا تقريبا كل سنة بنعمل الاحتفالية خاصة بالأطفال وتحديدا الطلبة الأيتام والغير قادرين ماديا. هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نسعدهم، نبسطهم. ابتدينا النهاردة برنامج بتاعنا بفيلم خاص بمكتبة اسكندرية، وده اللي بيعرفنا مكتبة اسكندرية بتاريخها، بالحاضر بتاعها، بالأنشطة اللي بتقوم بيها. احنا مستعينين ببعض الفنانين اللي من بره المكتبة اللي هم قدروا ان هم يدخلوا البهجة والسرور على الأطفال. كل الإجمالي هذا الأمر هو هدفه في الآخر هو إسعاد الأطفال في شهر يوم اليتيم. وفي نهاية الحفل هيبقى فيه شهادات التكريم، وجايبين بعض الهدايا البسيطة اللي بترعاها شركة سيدي كريل لبتروكيماويات، هنوزعها على الطلبة وهم خارجين عشان خاطر نكمل فرحتهم في الآخر بهدية خفيفة. ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد داخل أروقة مكتبة الإسكندرية، تابعوا الموقع الرسمي للمكتبة www.bibalex.org، ولمشاهدة بعض من هذه الأحداث والأنشطة زوروا القناة الخاصة بالمكتبة على اليوتيوب، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.